لا اللي انا تم اقالتي النهارده، لا انا بقالي اسبوعين بتربص بيا بشكل غير طبيعي، لكن تمسكي عشان خاطر النادي الاسماعيلي والحاله اللي الناس متفائله بيها من بدايه التعاقدات للنهارده زي ما انت بتقول المباراه واللعيبه، وكان في حاله محترمه النهارده، كان في تربص كتير جدا. يعني عارف انت لما بتتكلم ان يبقى في مشكله كبيره فانت تتكلم عليها فانت تمشي ومفيش مشكله، لما بتتكلم على لبس يعني بتتكلم على ملابس اللي هي الف ب في الكوره، ان لعيب الكوره يبقى منظره محترم تلعب في نادي كبير نادي الاسماعيلي، ما يكونش فيها مصالح، ما يكونش فيها سبوبه. عارف نفسي كنت اتكلم في امور فعلا تستاهل اللي يحصل مشكله عشان حسن عبد ربه يمشي، ولا عشان نقول مشكله. يعني انا مش طب عارف اقول لك تعالى ايه نشرح بصراحه. القصة بتاعت اللبس دي، إيه قصة اللبس؟ هل الإدارة كانت متعاقدة مع شركة والكابتن حسني عبد ربه انا تعاقد والله مع بص، أخرى؟ انا كلموني ناس من الاداره وناس بره الاداره، ما اعرفش ايه كميه المكالمات اللي انا كنت بشوفها، اللي انا لازم اوافق على اللبس، انا كحسني اللي انا لازم اوافق على اللبس. قلت لهم يا جماعه اوافق على اللبس ايه؟ يعني دي مش بتاعتي، ده اللعيب اللي هيلبسها، وانا بصفتي مدير الكوره بشوف اللبس مع الجهاز الفني. انت فاهم يعني؟ ده أي الطبيعي لوجيك اللي لعيب الكوره النهارده بيشوف الخامه اللي هيلبسها دي تقيله خفيفه، وانا بجري العرق بتاعي في التيشيرت هيبقى تقيل ولا هيبقى خفيف، الشكل العام انا كلاعب مريحني نفسيا ولا لا، مش فرض على النادي ولا هو فرض، لا ده من الطبيعي جدا ان اللعيب بيشوف التيشيرت بتاعه. فاللعيبه لما اتعرض عليا انا من المكالمات الكتيره ديت انا اتفاجئت، يعني انا متفاجئ طبعا لان ما كانتش مكالمات طبيعيه، يعني كان اللي هو ايه لازم تقبل، يعني غصب عنك وانت اللي لازم تخلي اللعيبه توافق غصب عنها، اوكي مش انا يا جماعه مش انا. انا حسني عبد ربه اللي الناس كلها عارفه عليه الاحترام والاخلاق والتربيه وخوفه من ربنا وخوفه من ربنا، فانا مش عشان انتوا تطلعوا بمصلحه لازم انا اطلع بمصلحه انا كمان فوافق. لا لا يا جماعه احنا مش ماسكين عزبه، احنا نادي الاسماعيلي، نادي الاسماعيلي التاريخ القيمه الحاجه الكبيره جدا جدا، مش عشان السبوبه، مش عشان تعمل التيشيرت الجماهير وتضحك على الجماهير فالناس مش عارفه الكلام ده، تبيع التيشيرت ب 300 جنيه، الدعم ده مش داخل للنادي الاسماعيلي، الدعم ده بياخده ناس من بره، الناس ما تعرفش الكلام ده. ناس من بره لا الناس زي لازم مين؟ تفوق ازاي؟ وتضحى، انا ناس مش من بره هسكت على ازاي يا اي كابتن ضرر حسني؟ بيضر النادي الاسماعيلي وجماهيره. ناس من بره يعني ازاي اسكت ليه؟ بتاخد الفلوس دي؟ اسكت ليه؟ اسكت ليه تيشيرت الجماهير اللي بيتعمل ده دعم للنادي؟ دعم النادي طب فين دعم النادي؟ منين؟ ومنين انت بتاخد الفلوس دي بره؟ يعني سؤال، انا عامل تيشيرت عشان بدعم النادي في ازمته فببيع التيشيرت ده، فالفلوس دي المفروض تخش النادي 300 جنيه، ايوه اولا التيشيرت ما يعملش 40 جنيه يعني انت فاهم؟ لكن التيشيرت يعمل مليون جنيه كقيمه نادي الاسماعيلي وتاريخ نادي الاسماعيلي. لا انما ان انا اضحك على الناس بالشكل ده لا هل لا كنت ارفض. على صلة يا كابتن حسني بالشركة الأخرى اللي النهاردة نزلت صورك مع اللاعبين بتيشيرتاتهم؟ انا علاقتي بصديق اسمه طارق المنيسي، ده صاحب شركه الملابس، لو معرفش مش عارف ما ينفعش اقول اعلان ليها. تمام. الراجل دوت الراجل ده انا عندي اكاديميه خاصه، الراجل ده كان بيورد لي لبس.